نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية أكبر مائدة رحمن رمضانية بميدان السيدة نفيسة بالقاهرة، ذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. واستضافت المائدة الرمضانية أكثر من 3000 شخص، وتم توزيع آلاف الوجبات الساخنة على الحضور. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع شركاء العمل التنموي أكبر مائدة رحمن رمضانية بميدان السيدة نفيسة بالقاهرة. إحنا النهاردة موجودين ضيوف على ساحة السيدة نفيسة بمنطقة الخليفة، بننظم مائدة بنستضيف فيها أكثر من 3000 من أهالينا، أهالي المنطقة ورواد المسجد السيدة نفيسة. بنقدم وجبات ساخنة ل2000 من المترددين على المكان، و1000 بيتسلموا الوجبات بشكل متنقل، متعاونين مع مجموعة خيرة جدا من فاعلي الخير اللي كانت بتنظم لسنوات الحدث قبل كده على الأرض. السنة دي احنا بنشارك معاهم بنوعيات من الأغذية اللي بتتقدم. حرصنا على المشاركة السنة دي الحقيقة في إطار جهود التحالف لتأمين الاحتياجات الغذائية لكل الشرائح الأولى بالرعاية. بقالنا 21 سنة بنعمل مائدة هنا في السيدة نفيسة. بدأنا بأرقام بسيطة جدا. السنة دي بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فقدرنا نوصل 4000 وجبة في اليوم. التارجت بتاعنا ان شاء الله ان احنا بالتعاون مع صناع الخير التنمية بالاتفاق مع دكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس الاداره، ان شاء الله التارجت بتاعنا السنه الجايه نعمل 10 مواقف في 10 محافظات. انا متطوع جاي تبع صناع الخير وتحت التحالف الوطني، وبجد انا متشرف ان انا جيت هنا وان انا بمثل الاكاديميه بتاعتي في المكان ده. جاي اشارك في العمل العظيم، يعني افطار اكتر من 2000 شخص. الواحد جه النهارده سعيد جدا باللي بيعمله، بالوجبات اللي بيجهزها وبيقدمها للناس، وان شاء الله يبقى يوم كويس باذن الله. تنظيم اكبر مائده رحمن بالسيده نفيسه هو جزء من برنامج مؤسسة صناع الخير الذي تقوم به تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو البرنامج الذي يستهدف دعم 200,000 من الأسر الأولى بالرعاية، بواقع 1,000,000 مواطن مصري من مختلف محافظات الجمهورية.